طيب حكينا انه المطلوب انه نطبع الايفن انديسيز والايفن اليمنتس. الان بدي اعطي لك طريقه للادخال الليست بتفيدك برضو على الريبل، انه انت بتدخل الارقام كلها في سطر واحد. هي الواحد بتساوي، طبعا بدنا نحول انت ل النمبرز فور ان ان، وهنا بدنا نعطي له انبوت دوت سبليت. فهنا حيعمل انبوت، حدخلهم مفصولات بسبيس، لما اعمل انتر حيعمل سبليت على اساس السبيس. فهنا بعمل لي ليست تمام من الادخال تبعي من الارقام في سطر واحد، وبفصل لي اياهم وبحول كل واحد فيهم لانتجر. جربها، هاي انا عندي برنت الواحد. نعم، هاي واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة. اول ما اعمل انتر انتجرز تمام. طيب المطلوب الاول الايفن انديسيز، ممكن اعرف داله هنا ديف از ايفن، ايش بدها تاخذ؟ نمبر. تروح تفحص اذا كان النمبر حاصل باقي القسمه على 2 بيساوي صفر، معنى ذلك return true else false. ممكن ببساطة تعمل نفس الدالة هاي للأود، سميها is. صحيح. وهنا بده يصير العكس، هنا بده يصير false وهنا يبقى هنا بدي for i in range بلزمني الاندكس لين الواحد، واحكي له اذا كان is even ال i، شو بدنا نعمل؟ print لل i ال اوف ال i. تمام؟ هنا خليني احط لك هذه print even indices بهذا الشكل، نجربه. واحد ثلاثة سبعة اثنين خمسة تسعة صفر 12. ايش المفروض يطبع لي؟ واحد سبعة خمسة زيرو بس. وهم المطلوب. نيجي للمطلوب الثاني. هنا بلزمني اندكس. لا ما بلزم، بدي الف على العناصر. العنصر نفسه اذا كان ايفن نطبع فور ان ان الواحد، اذا ان از ايفن للان. احنا ليش بنعمل دوال؟ عشان تبسط لي الكود. شو بنعمل؟ برنت ان. السلسلة هذه لو احنا جربناها كمان مرة، ايش المفروض يطبع لي في هاي السلسلة؟ 2 والزيرو و12. اثنين زيرو 12، هذه الايفن ايليمنتس. واضح الفرق؟
طيب